مدام أم محمد بتتكلم على إن في ترهل في الجفون العليا، والجفن بقى عامل زي الستارة اللي نازلة مغطية جزء من العين، والشكل مش حلو، بين دي سن بيدي سن أكتر من اللازم. الدكتور اللي بيعملها دايما هو دكتور التجميل. دكتور التجميل ده جزء من التدريب والشغل بتاعه إنه يعمل تجميل لسياد الجفون. في دكاترة من دكاترة العيون متخصصين في جراحات الجفون، ماشي، أهلا وسهلا، يبقى عنده تدريب وهو ده شغله وبيشتغل اكتر، يبقى ساعتها طبعا يقدر يعملها برضه، لكن مش اي جراح عيون، وبرضه مش اي جراح تجميل. جراح تجميل يكون فاهم وقديم وعارف يعني ايه جراحه تجميل الجفون، لان دي من الحاجات الدقيقه التي لا تحتمل الخطا، واللي بتبقى نتيجتها حلوه قوي لما بتتعمل، وبتبقى نتيجتها مشكله كبيره قوي لو تعمل فيها حاجه غلط. ان شاء الله تعمليها وتكوني مبسوطه يا ام محمد، وفي السنه الجديده ان شاء الله تكوني تستقبلي العام الجديد بوجه جديد يعني.